أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان <applause> مثل ما وعدناكم كل يوم اثنين هو رح يكون مجاوبة على بعض الأسئلة وإذا كانت الإجابة طويلة ممكن نجاوب أيضا في الغد وصلني سؤال كثير كتير مهم من شخص يقول ما هو تفسير الآية بيقتبس إنجيل متى إصحاح 18 والآية 18 الآية بتقول الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء سؤال كتير كتير حلو واضح جداً فاذا بيتكلم عن ما هو الربط وما هو الحل وخليني ممكن اعطي سياق الحديث في الايات الموجوده من ايه 15 نرجع وان اخطا اليك اخوك فاذهب عاتبه بينك وبينه وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمه على فم شاهدين او ثلاثه وان لم يسمع منهم فقل للكنيسه وان لم يسمع من الكنيسه فليكن عندك كالوثني والعشار الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء واقول لك ايضا، لكم ايضا، ان اتفق اثنان منكم على الارض في اي شيء يطلبانه، فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السموات، لانه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي، فهناك اكون في وسطهم. يمكن ابتدات تتوضح الآية بشكل بشكل يعني اسهل. يسوع المسيح بعلم طبعا عن اذا واحد اخطا والغرض من التعليم هو في داخل الكنيسه يعني بين مؤمنين. هذه الايات اللي قراتها على مسامعكم هي شبيهه بالايات اللي الرب يسوع المسيح اعلن لاول مره عن الكنيسه. وعندما كان في قيصريه فيلبس سال يسوع: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان أجاب بطرس وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونى. إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماوات وكل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وها المسيح يكرر نفس التعبير لكن في سياق الحديث في الكنيسة الجملة الأولى أو في متى إصحاح 16 تتكلم عن اعتراف بطرس لهوية المسيح أنت المسيح الممسوح من الله أنت الملك أنت المخلص ابن الله الحي يسوع المسيح أيضا يقدم اعتراف لبطرس يقول له أنت بطرس وطبعا في تلاعب بالألفاظ في اللغة اليونانية بطرس بتعني حصوة صغيرة، حجر صغير. بترا بتعني صخرة كبيرة. وهون الرب يسوع يقول يعني بناء على هذا الاعتراف يا بطرس، اعطيك مفاتيح الملكوت ملكوت السموات فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السموات وكل ما تحله. هون بيتكلم عن بطرس الرسول طبعا والرسل الاثني عشر. فالله اختار بطرس وهنا مهم جدا السلطان الرسولي في الكنيسة الأولى ولألا الأمور بتخرج عن المساق وبصير فوضى في الكنيسة الأولى بطرس كان عنده الامتياز أنه فعلا يفتح الأبواب الباب الأول فتح أمام اليهود في يوم الخمسين آلاف شخص آمن واعتمد ثم فتح الباب أمام السامريين لأن هذا وعد المسيح ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم في كل اليهودية يعني المحيطة في أورشليم وفي السامرة وإلى أقصى الأرض يعني المقصود الأمم فتح الباب أمام اليهود في أعمال الرسل إصحاح 8 فتح الباب أمام السامريين كان فيلبس المبشر الله استخدمه بقوات وآيات عجيبه لكن جاء بطرس ويوحنا اللي عندهم السلطان الرسول ان يمنحوا عطيه الروح القدس للسامريين وطبعا في اعمال عشره كرنيليوس كان روماني مؤمن بالله لكنه اممي فطبعا امن بالمسيح واعتمد بالماء وامتلأ هو أهل بيته بالروح القدس وعبر عنها بطرس في المجمع الكنسي الأول في أعمال الرسل إصحاح 15 والآية 7 أنه من خلاله انفتح الباب للأمم فهذا سلطان رسولي لكن في إصحاح 18 بيتكلم عن قوة الجماعة وعن وحدة وسلطان الجماعة الجماعة كيلا في اللغة العبرية يعني جماعة يعني كنيسة واللي هي جاءت منها الكلمة اليونانية إكليسيا جماعة المدعوين من الخارج كالو فعل كالو في اليوناني ينادي أو يدعو يدعو من الخارج حتى يكونوا جماعة مفديين بدم المسيح وهي الجماعة وحدة واحدة الروح القدس ساكن فيهم واعتمدوا لجسد المسيح بس في هاي الآيات بيتكلم آه الرب يسوع آه عن موضوع الغفران وبيبتدي يقول إذا أخطأ إليك أخوك فعم بيتكلم عن مبادئ بيتكلم عن خطية أخ خليني أكررها مرة تانية في الجماعة في الكنيسة وهنا بتشوف للمرة التانية المسيح يعني بيتنبأ عن بالأول إصحاح 16 عن مجيء الكنيسة الوعد بالكنيسة وهنا عن عمل الكنيسة هنا يتكلم عن السلطان الكنسي وعن التأديب الكنسي ونظامه وطبعا الغاية هو إرجاع المذنب مثل الخروف الضال إلى الحظيرة أو إرجاع الضال إلى الشركة فبيتكلم أولا يعني أنت بتروح لوحدك بتعاتبه، عاتبه بينك وبينه وحدكما. ثانيا اذا كان هذا الشخص عنيد ورافض وغير مبالي خذ معك آه كمان واحد او اثنين، طبعا الشهاده اثنين يعني خذ معك اثنين من الشهود العيان، وطبعا هون بيتكلم بحسب شريعه العهد القديم انه اي شيء لازم يكون قائم على شهادة اثنين او ثلاثة بحسب سفر التثنية اصحاح 19 والاية 15 لكن الشيء الثالث اذا هذا الشخص تصلف ورفض التوبة اخبر الكنيسة خبر الكنيسة وبالتحديد خبر القيادة الروحية فالكنيسة هي جسد الرب حتى تسعى الجماعه الكنيسه لكيلا بروح التروي والمحبه الصادقه لعلاج المشكله لمصالحه الاخ الخاطئ لكن هذا يقود لشيء رابع ان هذا الشخص فرضا اصر على رفض التوبه يكون خارجا اي عزل هذا الشخص من الكنيسه وخدمات الكنيسه وشركتها ايضا. بقول الكتاب يكون كالوثني والعشار، يسوع طبعا بيتكلم باصطلاحات كانت معروفه في تلك الايام انه اليهودي كان يقول فلان وثني بالمقارنه انه هو مؤمن طبعا بشريعه الله، عشار اللي هي كانت ادنى القوم في تلك الايام بحيث انه لما واحد كان بدي يشتم شخص اللي روح بعيد انت عشار فالمسيح كان محب للعشارين والخطى وكان بيوكل معهم مثل ما بيذكر الكتاب المقدس لكن الوثن أو العشار اللي هو بكلمات بسيطة بعيد عن الإيمان خارج عن دائرة الكنيسة وأصلا بهم همش هم مواضيع الكنيسة شو عم بصير في داخل الكنيسة ليه لازم تعزل الشخص لألا يفسد أو يكون معدي فيتحول إلى عنصر هدام ومدمر فيقول في هذا الصدد إن اتفق منكم اثنان يعني هون بتكون تعود إلى الشاهدان اللي شهدوا هذا الشخص رافض آه، طبعا يكون لكما وطبعا احنا تعودنا نحط هاي الكلمات في سياق الحديث عن الصلاه لانه بيكمل يسوع بقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في الوسط انه المقصود انه المسيح موجود خلال قرارات الكنيسه خلال هذا الموضوع الهام والخطير جدا فالمسيح حاضر وله السياده في هذا الموضوع لكن طبعا احنا استخدمناها كمان بالصلاة ليش استخدمناها بالصلاة لانه معروف بالنسبة للتقاليد اليهودية ينبغي ان يكون على الاقل عشر رجال لاقامة الصلاة هنا احبائي موجهة للمؤمنين الخطية التي ترتكب في حق شخص داخل الجماعة داخل الكنيسه. لذلك حل المشكله ينبغي ان يكون داخل الكنيسه وليس محاكم العالم، ورسول بولس تكلم في هذا الموضوع عن المحاكم في رسالته الاولى. هنا بيتكلم عن الربط والحل. الربط والحل على فكره هذا اسلوب يهودي متعارف عليه بين اليهود. بعطيكم مثل، المولود اعمى لما خلاص وصل لدرجه ما فيش نتيجه معه. قالوا له انت ولدت بالخطايا وابتداوا يشتموه بعدين شو كانت المشكله؟ طردوه اخرجوه خارج المجمع، شو يعني اخرجوه؟ يعني ما عاد له الامتيازات اذا زواج اذا جناز اذا ذبايح صلوات كلها خلص طلعوه طردوه من المجمع وكمان إذا أي شخص بيعترف أنه اللي شفاه يسوع برضه بيخرج من المجمع لدرجة أبوه وأمه كانوا خايفين من هذا الموضوع ففكرة الحل والربط بتتكلم عن سلطان لكن في سياق الحديث هو سلطان الجماعة أي إعلان المنع أو إعلان السماح، يعني مثل شريعة الابرص. الرب يسوع لما طهر الابرص قال له اذهب واري نفسك للكاهن، لانه الكاهن هو اللي, بيح... هو اللي بيحكم هو اللي بيعلن او بيمنع، بصرح نعم او لا انه ممكن يرجع انه يمارس الطقوس والشريعة والذبايح في داخل طبعا الهيكل. فبنلاحظ هون بيتكلم عن سلطة الجماعة تتحدث عن وحدة الكنيسة تتكلم عن قوة الكنيسة طبعا في روح المسيح وأن الحل أو الربط هو في المحكمة الكنسية مش محاكم العالم وينبغي أن تكون قرارات الكنيسة بإرشاد الله فالله حاضر حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة إن اتفق منكما اثنان على أي شيء فالرب موجود في الوسط حاضر ثم أحب هاي القرارات ينبغي يعني أن تكون مصحوبة ومبنية على التمييز الروحي مش بس المحبة لكن في تمييز روحي في خدام روحيين لأنه مش كل واحد بيحكي مشكلة أو بيتكلم في شيء معين ففي في الجسد ناس اللي بتقدر تميز روحياً قديما كانوا بيلقوا القرعه رئيس الكهنه واللي كان يعني يقوم في هذه المهام في التمييز، لكن اصبحت موهبه داخل الكنيسه وانه القاده الروحيين عندهم السلطان انه يميزوا في الامور الروحيه. هذا التمييز الروحي طبعا ينبغي ان يكون يعني كل قرار بيتاخذ لازم يكون مبني على كلمه مؤسسه مبنيه على كلمه الله وانه اي تاديب بيعمل لازم يعملوه بروح طبعا الصلاه الغرض من الموضوع مش الانتقام الغرض هو الاسترداد الشخص طبعا استرداده الى شركه الكنيسه هنا احبائي بيعلمنا الكتاب عن اهميه الكنيسه آه لو نعرف أهمية الكنيسة في المجتمع إحنا بنخطئ أحباء ضد الكنيسة وننسى أن الكنيسة إلها سلطان سلطان في طبعا في المجتمع مثل ما حكيت هون الموضوع الغرض هو المصالحة والعيش بداخل الكنيسة بسلام وتناغم وانسجام بين الجماعة ما يكونش فوضى يعني فوجود خطية في الكنيسة أو التساهل معها يؤذي الجسد كله كل الجسد رح يتألم لأنه خمير صغير ممكن يخمر كل العجين هاي القرارات هي اتفاق مع مشيئة الله المعلنة والواضحة يعني أنت بتصلي حسب مشيئة الله مقترنة لازم تكون مقترنة بالإيمان وبالإخلاص يعني لازم الشخص يكون مخلص منصف أمين الغرض في الموضوع لألا تتفاقم المشكلة ويصبح أنه كل واحد بده يأخذ حقه في إيده أنه بتصل الوضع يمكن لأخذ الثأر أو الانتقام بالكلام وتشويه السمعة أو يعني أو بكلمات أخرى إذاعة وإشاعة المذمة بين المؤمنين والنميمة والإشاعات الكثيرة فإذا هنا يطلب أولا بكل وضوح اذهب للشخص عاتبه خلي الأمر بينك وبينه ويا ما في مشاكل بتنحل عن طريق المواجهة لما الشخص بقول له على فكرة أنا سمعت أنا بس عاوز أسمع من فمك هل هذا صحيح؟ إذا قال لا خلاص صدق المحبة تصدق كل شيء، طبعا المحبة مش غبية لأنه في تمييز روحي، بس أنت حليت المشكلة من أولها فهذا مهم جدا أحبائي. بكلمات أخرى الكنيسة هي مكان الأمان. الكنيسة هي مكان حفظ الأسرار، الأمور اللي بتحدث داخل الكنيسة مش للإشاعات ولا المذمات ولا التدمير ولا التعيير ولا التشهير ولا النميمه ولا يعني إساء اساءة السمعه في حق شخص اخر. السلوك بالمحبه فالمحبه تستر مكتوب عنها. فطبعا الاجتماع هو باسم الرب يعني مش اي اجتماع مش اي جماعه لازم تكون الكنيسه مجتمعه على اسم الرب والرب حاضر في الوسط. وعندما يكون الرب يعني بكلمات بسيطه هذا بيتضمن حضوره سلطانه اعلاناته في هذا الاجتماع هو احنا بنعترف بسياده الله بسلطانه المطلق الكامل بنعترف بسيادته بصفاته الالهيه والطاعه الكامله لكلمته احنا يعني المفروض نتصرف بالكنيسه طاعه لكلمه الرب وانا احب بوضح انه على اساس انك تحل مشكلة مش على اساس انك يعني تفاقم وهذا يعني لما الشخص يغفر له فصار في حكم من داخل الكنيسة قرار كسن كنسي تجاه هذا الشخص وهذا بيذكرنا اللي هو صدى للوعد اللي موجود في يوحنا اصحاح 20 الايه 23 من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه امسكت هذا يفهم طبعا من سياق الحديث الوارد في انجيل متى اصحاح 18 كما تكلمت احبائي فالمسيح وضع قواعد تعليمات محدده لمعالجه الخطيه في داخل الكنيسه هون بيتكلم عن جسم المؤمنين الحق وهذا الجسم اللي بيعمل ما يوافق ويطابق كلمة الله وهذا الجسد له السلطان أن يعلن إن كان أحدهم قد غفر له أم لا يغفر طبعا إذا الشخص تاب وإذا الشخص رجع للرب ورجع للكنيسة بيقعدوا مع الخدام ويقول الخدام أنا أحكم أن هذا فعلا تاب وتوبته حقيقية نسترد للشركة وللاجتماع ممنوع أي شخص تاني يحكي في هذا الموضوع قد تم انتهى ماضي مغطى تحت دم الرب يسوع ويسترد للشركة طبعا هذا مهم جداً أو إعلان دينونة بناء على مبادئ كلمة الله سواء مربوطاً أو محلولاً الشخص الغير تائب في الخطية فإذا الكنيسة تصادق وتوافق على هذا الشخص أنه مضر للكنيسة فهذا مهم جداً أحبائي بولس الرسول بيتكلم لكنيسه كورنثوس عن واحد كان للاسف كان بيمارس خطيه الزنا داخل الكنيسه والكنيسه عارفه الكنيسه عارفه انه هذا الشخص عم بيمارس خطيه وانه هذا خطر كله على الكنيسه لانه بيفسد الكنيسه وبعدين الكنيسه عشان تتبارك وان الله يستجيب الصلاه والدعاء للكنيسه فالرسول بولس بيوبخ الكنيسه على هذا الموضوع انه يسلم لهلاك الجسد يسلم للشيطان لهلاك الجسد وفي كمان مره ثانيه في بولس الرسول بيتكلم عن شخصيتين كان خدام اللي بقول عنهم منهم هيمينايوس والاسكندر اللذان اسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفه فاذا احبائي هذه الكنيسه مؤسسه على الرب يسوع المسيح. لكن اهميه الرسل لدرجه انه في سفر رؤيا اعتقد صحاح 21 انه اساسات المدينه مكتوب عليها اسماء الرسل على الاساس فاحنا عاملون مع الرب يسوع المسيح. هذا سلطان رسول اللي بيتكلم عنه في أفسس إصحاح 2 والآية 20 فالمسيح هو أساس الكنيسة المسيح هو رأس الكنيسة والمسيح هو حجر الزاوية للكنيسة فكل البناء مركب بعض محتاج الأساس محتاج البناء ومحتاج حجر الزاوية والرأس اللي بيمسك كل المبنى مشان هيك اذا في شيء فرط مثل المسبحه لما شخص بمارس خطيه الكنيسه طبعا بتادب لكن مش بتشهر فيه مش بتشهر لكن المفروض يعني في دور مهم للكنيسه لانه احنا مكتوب عنا مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه الكنيسه هي الحجاره الحيه بحسب رساله بطرس الاولى اصحاح 2 فاذا احبائي من هذه الايات بنشوف انه في تسلسل في المعامله مع الفرد الذي يخطئ الغرض ليس اشهاره ولكن ارجاعه للكنيسه شو بنتعلم انه الكنيسه هي جسد المسيح على الارض كنيسه مجيده لا غضنا فيها ولا دنس يقول عنها الكتاب المقدس إذا منتساهل في الكنيسة شخص مثلا طلع من الكنيسة وراح لكنيسة تانية وقبلته فإذا الكنيسة الثانية بتشترك في خطايا هذا الشخص ولا تشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها فهاي هو اطلت بالجواب بس حبيت اشرحه لانه هذا السؤال سئل مرارا وتكرارا في متى 16 بيتكلم عن بطرس الرسول والسلطان الرسولي وشيء مشابه بيتكلم عن سلطان الكنيسه وما ك وما تقدر ان تفعل الكنيسه من خلال راس الكنيسه الرب يسوع المسيح بعتقد السؤال الاخر ممكن نجاوب عليه بكره اذا في اي سؤال اخر من فضلك تواصل معنا واعمل شير على هذا الموضوع ربنا يباركك